مرحبا أصدقائي، تحية طيبة لكم. إذا كنت أنت شخص تملك مبلغ جدا قليل وبنفس الوقت أنه حاب تقتني هاتف يكون منافس للفئة المتوسطة، فيفو واي 11 واحد من الأجهزة اللي يقدم لك مواصفات جدا ممتازة مقارنة بقيمة سعرية جدا منخفضة. أهم شيء بهذا الهاتف هو نقطة القوة اللي اعتمدت عليها شركة فيفو، هي البطارية 5000 ملي أمبير الموجودة بداخل هذا الهاتف، هو معالج من المتوسطة إلى الضعيفة، زائد انه حجم بطارية 5000، فالاستخدام هنا حينطيك يومين تقريبا بالاستعمال المتوسط، او ممكن انه يقعد معك يوم كامل بالاستعمال المكثف. عند ما تلقي نظرة على الهاتف وشوف التصميم اللي يجي بيه بصراحة ممكن يجذبك كأول نظرة. اتكلم لكم عن ظهر الهاتف، هو من زجاج، وامام الهاتف هو كله عبارة عن شاشة، زائد انه الفريم اللي موجود هنا هو بلاستيك ولكنه من نوع المقوى نوعا ما. هذا الهاتف هو متوفر بسعر 160 دولار لدى مكتب ميامي فون صديقنا، تقدرون تطلبونه من خلال الارقام اللي تشاهدوها امامكم بالشاشة. بداية مع الشاشة اللي تجي بداخل هذا الهاتف، هي من نوع الاي بي اس اس دي، راح تكون هي بحجم 6.35 انش بدقة 1544x720، يعني باختصار انه الدقة اللي موجودة هنا هي HD. اتكلم لكم عن نقطة قوة هذا الهاتف اللي تكتمل ببطارية 5000 ملي امب اللي تقعد معاك يومين بالاستعمال المتوسط او ممكن تنطيك يوم بالاستعمال المكثف. هذه البطارية عملاقة مقارنة بمواصفات هي تنطرح من المتوسط الى الضعيفة، لكن النقطة السلبية انه هنا عندنا فشحن المايكرو بالضبط، هذا مثل اللي يكسر ويجبر. انا انطيك بطارية عملاقة لكن وصلت الشحن هنا انا انطيك مايكرو بدل تايب سي. هذا الشيء يعتمد على سعر الهاتف اللي ممكن يكون 160 دولار، فلذلك انه احنا ما راح نتوقع انه حتكون هنا عندنا مواصفات قوية. ثاني نقطة ايجابية موجودة عندنا على هذا الهاتف هو الذاكرة الداخلية اللي موجودة بداخله، هي 32 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي هي تتمثل ب 3 جيجا بايت. اكيد هذا الشيء راح يكون مع امكانية اضافة المايكرو اس دي اللي تصل الى 256 جيجا بايت. 439 من نوع سناب دراجون هو هذا المعالج اللي راح يكون موجود على هذا الهاتف مع ادرينو 505. هذا المعالج راح يكون هو بتقنية 12 نانومتر، يعني نوعا ما راح يكون بيصرف للطاقة ولكنه قليل مقارنة ببطارية 5000 ملي امبير. بالنسبة للمعالج وتجربة المعالج، المعالج هنا ممكن انه هو يشغل لك ببجي باعدادات المتوسطة، اللي البعض ممكن انه يفكر انه معالج عندنا ضعيف، ذاكرة عشوائية هي على قد الحال مثل ما نقول، فلا لا تبالي من هذه الناحية، حيشغل لك ببجي. هذا الشيء تيست الشركة نفسه يعني اللي انطتنا اياها التجربة لهذا الهاتف، ولكنه بصراحة ما قدرت اجرب لكم هذا الشيء بسبب اكيد ضعف النت اللي موجود عندنا. من الشغلات السلبية اللي ما توقعتها واللي ما حبيت وجودها انه عندنا كاميرا خلفية هي دول تتمثل بواحدة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، زائد الكاميرا الثانية راح تكون 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 هي للعزل، اما الكاميرا الامامية فهي راح تكون 8 ميجا بكسل فتحت عدسة 1.8 نفسها اللي موجودة على هواوي واي 6 2019. من ناحية الدقة ككاميرا خلفية، إذا كانت عندك درجة إضاءة قوية حتطلع لقطات حلوة، ولكنه إذا كانت عندك درجة إضاءة ضعيفة بصراحة هذا الهاتف تقدر تستثنيه من الوجود وما تعتمد وما تقول أنه عندي كاميرا ممكن أنا أخذ بها لقطات. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية رقميا ممكن تكون انتكاسة 8 ميجا بكسل، ولكنه عند التجربة بصراحة راح تبارك من ناحية المعالجة للسوفت اللي موجود. فالكاميرات الأمامية أغلب المعالجة هي تعتمد على البرنامج وليس الهاردوير، يعني كمية الميجا بكسل اللي موجودة هي مو ما لها تأثير، ولكن درجة التعديل اللي موجودة على السوفت تكون قوية. يعني على سبيل المثال أنه إذا أنت تستعمل تطبيق B612 حتشوف أنه يعطيك لقطة جدا مميزة، والألوان راح تكون هي على النمط الحديث. بالنهاية هاي تغطيتي كانت الكاملة لهذا الهاتف أو انطباع أولي ممكن نعتبره، لأنه ما كثفت التجربة معه. هذا الهاتف أكرر أنه موجود عند مكتب ميامي فون، الأرقام موجودة على الشاشة تقدرون تطلبونه وتقدرون تطلبون الهواتف اللي هي ما مسوي لها مراجعة ولكنه راح تكون بالمستقبل. أتمنى نكون عرفناكم على الهاتف أكثر، أتمنى نكون أنه انطيناكم معلومات مفيدة لكم، ونلتقي بحلقات قادمة. في أمان الله.